السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. مبروك العيد مسبقا، وبهذه المناسبه غادي نحضر معكم واحد الحلوه سهله من غير فرن، يعني بلا مجهود بلا تعب، وسهله وبسيطه واي وحده يمكن لها توجدها. بالنسبه للمكونات عندنا بيسكوي، اي نوع ديال البيسكوي متوفر عندكم، ماشي ده يعني بالشوكولات او من غير الشوكولات. كنشدوه كنطحنوه وكنغربلوه. الكميه 400 غرام انا اللي استعملت. كنزيد لها واحد 50 غرام ديال الزبده مذابه، واحد جوج معالق ديال العسل، جوج معالق ديال الشوكولات غبره، وجوج معالق ديال نسكافي او القهوه السريعه الذوبان مطحونه حتى هي ومغربله، وكاس ديال ومعلقه كبيره ديال الماء زهر، وطبعا الشوكولات للتزيين. في واحد البول درت داك البسكوي المطحون، وزدت عليه جوج معالق ديال القهوه سريعه الذوبان، وجوج معالق ديال الشوكولات غبره، ومن بعد زدت ديك الزبده حركت مزيان، ومن بعد زدت جوج معالق ديال العسل. وبالنسبه لهذه المكونات يمكن لكم ديروا، الا ما كانش العسل ديروا نسلي، ديروا مثلا الكونفيتور، يعني هذا الشيء كامل اختياري اللي موجود عندكم. المهم ان هذه العجينه تكون يعني ملي نشكلوها بين يدينا كتشكل يعني كتكور. ممكن تزيدوا لها حتى الشوكولات مذاب، داك الشيء اختياري. انا بالنسبه للمول اللي اختاريت عندي هذا المول، هذا ديال الدونات صغيور، يعني لي دونات صغار. خديت واحد معلقه غير باش ناخذ نفس العبار، يعني باش ندير داك البودان هكذاك، وكندورو صافي وكنضغط عليه مزيان. ولكن يعني ما خصوش يكون عامر، ضروري نخلي واحد 4 مليمتر باش، لان غنزيدو الشوكولات، غادي نزيدو نغلفوه بالشوكولات هاد الحلوه هادي، فضروري ما نديرهاش يعني عامره حتى الفوق، خلي لها واحد شي شويه صافي. هنا يعني تقدروا تكوروا كرات، ومن بعد تحربلوهم وديروهم هكذا بهذه الطريقه. يعني كاين عده طرق، الطريقه اللي كتجيكم سهله غادي تستعملوها. صافي كندخلوا المجمد، كنخليوه قبل ما ندخل المجمد انا زدت له الشوكولات من الفوق، يعني باش نربح هذه الخطوه هذه. زدت بالمعلقه دوبت شويه ديال الشوكولات، كان عندي ديال شوكولات الحليب او الشوكولات العادي او الشوكولات الابيض، ممكن لك الابيض حتى هو يعني تلونيه، ديري الالوان اللي بغيتي. انا كان عندي متوفر هذا درته، كان يعني واحد الكميه صغيره. وبالنسبه لهذه الطريقه انا كتجيني يعني اوفر بالنسبه للشوكولات، وحتى في الخدمه ديالها حسن ما نخليوها حتى الحلوه تجمد، ومن بعد كنسخنوا يعني كندوبوا بزاف ديال واحد الكميه كبيره ديال الشوكولات، ونبداو نغطسوا نبداو نتسناو حتى كتقطر، ونحطوها يعني كتقبط الوقت وكتقبط حتى يعني حتى كتاخذ حتى الشوكولات بزاف كيضيع لنا. هذه الطريقه انا كتجيني سهله واقتصاديه. صافي درت هاد يعني كنبقى نضرب بداك شي شويه، كنحرك شي شويه هكذا باش داك الشوكولات كيولي مستوى واحد. بعد كندخلها المجمد. في هذا الوقت هذا انا خديت واحد المرشم كان عندي ديال المقروط، هذا النوع هذا فيه 4 ديال الشكيلات. صافي كندير فيه شويه ديال السكر كلاصي هكذا باش ما تلصقليش ديك الحشوه لداخل، باش كي نضربها يعني ضربه وحده كتنزل. صافي درت يعني هاد الشكيل، درت منه واحد مجموعه وشكيل اخر، يعني كاع 4 الشكال جربتها يعني درتها معكم. صافي كنخليوها يعني حتى كتشد راسها شويه مزيان، لانه فيها الشوكولات وفيها العسل وفيها الزبده. بالنسبه لهذا النوع هذا انا اكتفيت انني غير ندير له غير شي شويه ديال الشوكولات ابيض من الفوق صافي، يعني اصلا هو مزوق بحال هذه السنبوله، يعني ديجا هو يعني الشكل ديالو مزوق، ما عندنا ما نزيدو نزوقو فيه. فانا اكتفيت خليته هكذا سامبل، غير بشويه ديال الشوكولات خطوط بيضاء. وبالنسبه لهاد العجينه او هاد الحشوه، يعني يمكن لكم تضيفوا لها اللي بغيتوا، بغيتوا تزيدوا حتى المكسرات، بغيتوا تزيدوا
شوكولات يعني حبيبات اللي بغيتو، بغيتو تجدو الفخوي كونفي يعني اللي متوفر عندكم، كوكو الكاوكا واللوز اي حاجة متوفرة عندكم. ما هي هذه يعني هذا هو الشكل النهائي ديال هاد المجموعة هذه اللي درتها. بالنسبة لهاد المول هذا صافي خرجتو، حيت دوك هادوك الحلوة اللي كانت فيه، ومن بعد درت شوية ديال الشكلاط يعني في القعر ديالو، بديت كنحركها من الجناب باش تلصق مع الجناب صافي. ورجعت هادوك الدونات الصغيرين رجعتهم عاوتاني في نفس القالب او في نفس المول باش يعني يلصق عليه داك الشوكولات اللي من التحت. دخلتها مرة تانية للمجمد، ومن بعد حيدتها يعني بحال هكذا وحطيتها في كويغطات. وممكن لكم تزيدوا لها حتى الشوكولا بلون، انا اكتفيت انني نخليها غير هكذا سامبل. ودائما التزيين كيبقى اختياري، وكل وحدة والذوق ديالها، وبالصحة والراحة وعيد مبارك سعيد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.